بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحلقة السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد في عام الفيل يوم الاثنين، هذا مجزوم به، وفي ربيع الأول على قول الأكثرين. وقد كان الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمره لما تقارب زمانه. فالأحبار والرهبان كانوا يجدونه في كتبهم من صفته صلى الله عليه وسلم وصفة زمانه. يدل على ذلك ما رواه ابن إسحاق في سيرته عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام يفع ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يقول: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا لديه قالوا: ويلك، ما لك؟ فقال لهم: قد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. ويدل على ذلك أيضا ما رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال: قال راهب من رهبان الشام: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع آمن به واتبعه. ويدل على ذلك أيضا حديث هرقل مع أبي سفيان، ذلك الحديث الطويل الذي رواه البخاري في الصحيح، والذي فيه أن هرقل سأل أبا سفيان أسئلة كثيرة، فقال هرقل في آخر كلامه: قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه فيكم، وإن يكن ما قلت حقا ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو علمت أني أخلص إليه لتجشمت لقيا، ولو كنت عنده لغسلت قدمي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك ما رواه أحمد عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه حديثا طويلا يروي فيه صفة إسلامه. قال سلمان رضي الله عنه: كنت رجلا فارسيا من أصفهان من قرية يقال لها جب، وكان أبي دهقان قريته، والدهقان هو رئيس القرية وعظيمها، وكنت أحب خلق الله إليه، ومن شدة حبه لي حبسني في بيته كما تحبس الجارية، وكنت مجتهدا في المجوسية حتى صرت قطن النار الذي يوقدها فلا يتركها تخبو ساعة. قطن النار هو خازنها وموقدها والمسؤول عنها. قال سلمان: وكان لأبي مزرعة كبيرة شغل عنها يوما بأمر ما، فقال لي: يا بني، إني شغلت اليوم، فأتي المزرعة. وأمرني بأشياء أقوم بها فيها، فخرجت ومررت على كنيسة من كنائس النصارى، وسمعت أصواتهم وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. فلما مررت بهم دخلت الكنيسة أنظر ما يصنعون، فأعجبني ما رأيت من أمرهم ورغبت فيه، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. فمكثت معهم حتى غربت الشمس، وتركت أشغال أبي ولم آتها، وسألتهم: أين أصل هذا الدين؟ فقالوا: في الشام. قال: فرجعت إلى بيت أبي وقد بعت في طلبي وشغلته عن أمري كله، فلما رآني قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ فقلت: يا أبتي، إني مررت على قوم وهم يصلون، فأعجبني ما رأيت من أمرهم ولم أفارقهم حتى غربت الشمس. قال أبوه: يا بني، هذا الدين لا خير فيه، دينك ودين آبائك خير منه. فقلت: لا والله، هذا الدين خير من الدين الذي نحن عليه. قال: فخافني أبي ووضع في قدمي قيدا وحبسني. فبعثت إلى النصارى: إذا جاءكم ركب من الشام أخبروني به. فلما جاء ركب من تجار الشام وقضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع إلى بلدهم، ألقيت القيد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فقلت لهم: من خير أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف في الكنيسة. والأسقف هو رئيسهم في الديانة والراهب الكبير. فأتيته وقلت له: إني رغبت في هذا الدين، فأتيتك أخدمك، أصلي معك وأتعلم منك. قال: ادخل. فكنت معه، وكان رجل سوء
يأمرهم بالصدقة ويعدهم عليها حتى إذا جمعوا له شيئا اكتنزع لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. فمكثت عنده حتى جمع مالا عظيما وبغضته بغضا شديدا لما كنت أرى منه. ثم مات فجاءوا بآخر، فكان زاهدا في الدنيا حريصا على الآخرة، وأحببته حبا لم أحبه أحدا من قبل، وقمت معه حتى حضرته الوفاة. فقلت له: إني أحببتك حبا شديدا، وأنه قد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ فقال: اذهب إلى رجل بالموصل، فإنه على مثل ما كنت عليه. فلما مات لحقت بالرجل وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأن أكون معك. فأقمت معه وكان على أمر صاحبه، فلم يلبث أن حضرته الوفاة. فقلت له: إلى من توصي بي وبما تأمرني؟ فقال: والله يا بني، ما نعلم أحدا بقي على ما كنا عليه إلا رجلا بعمورية. فلحقت به وكان على أمر إخوته، وكنت قد اكتسبت، فكان لي بقرة وغنيمات. ثم حضر صاحب الوفاة فقلت له: إني كنت عند فلان فأوصى بي إلى فلان، ثم إن فلان أوصى بي إلى فلان، وإن فلانا أوصى بي إليك، وأنه قد جاءك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أنه أصبح أحد من الناس على ما كنا عليه، ولكن قد أضلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم، يخرج مهاجرا من أرض العرب إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، والحرة هي الحجارة السوداء كأنما احترقت بالنار، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعة بين حرتين. قال: له علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق به فافعل. ثم مات. فمكثت ما شاء الله لي بعمورية، ثم جاء ركب من التجار فقلت لهم: أتحملوني معكم وأعطيكم بقرتي وغنيماتي؟ قالوا: نعم. فلما كانوا بوادي القرى غدروا بي وباعوني إلى رجل من اليهود عبدا، فكنت معه ورأيت النخل فرجوت أن تكون البلد التي وصف لصاحبي، ولم أستيقن ذلك. فبينما أنا عنده إذ جاءه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فاشتراني منه وذهب بي إلى المدينة، فوالله ما إن رأيتها حتى عرفتها بصفة صاحبي، وأقمت فيها، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر على ما أنا عليه من شغل الرق. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبينما أنا على رأس نخلة إذ جاءه رجل فقال له: يا فلان، قاتل الله بني غيلة، أي الأوس والخزرج، مجتمعون الآن بقباء مع رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي. فلما سمعته أخذتني رعدة حتى ظننت أني سأسقط على رأس سيدي، فنزلت وجعلت أقول للرجل: ما تقول؟ ما تقول؟ فغضب سيدي غضبا شديدا ولكمني وقال: ما لك وذاك؟ عليك بعملك. قال: فجمعت شيئا وأتيت قباء وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك ذو حاجة وغرباء، وهذا تمر كنت أعده للصدقة، فرأيت أنكم أحق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا هذا. وأمسك يده صلى الله عليه وسلم وسلمان ينظر ويقول في نفسه: هذه واحدة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال سلمان: فجمعت شيئا، ثم أتيته وسلمت عليه وقلت: قد رأيت أنك لا تأكل الصدقة، وهذه الهدية أحببت أن أكرمك بها. قال: فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: كلوا. قال سلمان في نفسه: هذه الثانية. قال: ثم أتيت بقيع القرقد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أصحابه عليه شملتان، سلمت عليه ثم استدرت أنظر هل أرى الخاتم الذي وصف لصاحبي. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أني أبحث عن شيء كان قد وصف لي،
فألقى الشملة عن ظهره ورأيت خاتم النبوة بين كتفي، فانكببت عليه أقبله وأبكي وأخبرته خبري كما أخبرتك يا ابن العباس. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع أصحابه ذلك. أراد رسول الله أن يعرف أصحابه أن وصفه بل وصف زمانه موجود في كتب اليهود والنصارى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.